رسميا نتيجة قرعة يورو 2024 المقامة في ألمانيا، ست مجموعات نار وشرار يا جماعة. نبدأ على طول بالمجموعة الأولى التي تضم البلد المستضيف لهذه البطولة منتخب ألمانيا وأسكتلندا والمجر وسويسرا. المباراة الافتتاحية راح تكون بتاريخ 14 يونيو 2024 ما بين ألمانيا وأسكتلندا. المجموعة الثانية مجموعة حديدية طحن يا جماعة، إسبانيا كرواتيا إيطاليا، وكان الله في عون ألبانيا. المجموعة الثالثة أيضا مجموعة لا بأس فيها، سلوفينيا الدنمارك صربيا إنجلترا. المجموعة الرابعة الفائز من الملحق الأول بتواجد أيضا هولندا فرنسا، نار يا حبيبي نار، ولا ننسى النمسا. في المجموعة الخامسة بلجيكا سلوفينيا رومانيا والفائز من الملحق الثاني. المجموعة السادسة والأخيرة تركيا البرتغال والتشيك والفائز من الملحق الثالث. توقعاتكم، من المرشح الأبرز للفوز ببطولة يورو 2024 المقامة في أراضي الماكينات الألمانية؟ وتحياتي لكم.